محطة الخروبة بالعاصمة، أكبر محطة للنقل البري للمسافرين على المستوى الوطني. من هنا تنطلق ما يزيد عن 1000 حافلة تقل معدلا 25000 مسافر يوميا باتجاه مختلف جهات البلاد. مسافرون اقتربت وكالة الأنباء الجزائرية منهم اختلفت آراؤهم حول نوعية الخدمات بهذه المحطة، فبينما عبر البعض عن رضاه أبدى البعض الآخر تذمره تجاه النقائص المسجلة. في الحقيقة والله نوعية ممتازة، يعني خاصة أنا شخصيا يعني تقريبا كل سمانة لنا في الجزائر مع الأخ هذا، يعني ما شاء الله. الرأي تاعي في ترانسبور نقل ضعيف، أمن ناقص، المعاملة ماهيش مستحقة، شغل يعاملوك شغل راك رايح تركب باطل ولا ما على باليش. في الموسم باغ اكزومبل، العيد، في عاشوراء، في لي جور فيري هكذا تاع لي فيت والاخر، سي نورمال يور دي بروبليم باسكو غاشي كاع يروحوا. ايوا اوترمون هنا في لاكارو تي بور مومون تجي دير بي تاعك نورمال لكي والاخر تقعد اليز وتخرج نورمال. وعي مسؤولي شركة استغلال المحطة سوغرال بضرورة تحسين خدماتها قادهم إلى القيام بعدة إصلاحات أتت بثمارها، خاصة فيما يتعلق باحترام مواعيد الرحلات وضمان النقل للجميع في فترات الأعياد والمواسم التي تعرف اكتظاظا وإقبالا كبيرين. On va faire une ordre de service concernant العمال تاعنا هذوما اللي قشتي هذو الأكشاك نانيليو كاع لي ريكوبيراسيون لي روبو ولي كونجي باش يكونوا كاع لي زيليمون ديسبونيبل باش يكون عندي مونبر امبورطون تاع لي غيستي. لو بلوز امبورطون سي لا سيكوريتي، عندي بوكو دو بريغاد، عندي بوكو داجون سيكوريتي اللي يكونوا ديسبونيبل، يكونوا في عمل لي فواياجور باش ما يكونش فيها خلل ولا سرقه ولا نيمبورت كال حاجه. كما استثمرت الشركة في مجال الاتصال، إذ يمكن الاطلاع على مواعيد الرحلات على موقع انترنت تم إطلاقه منذ عامين، كما تعتزم توفير خدمة جديدة عبر الهواتف النقالة في الأسابيع القليلة القادمة تمكن المسافرين من تلقي برنامج الرحلات كاملاً. ورغم المجهودات المبذولة تبقى بعض النقائص واضحة للعيان، أهمها تدهور نظافة بعض الفضاءات. المشرف على النظافة بشركة تسيير المحطة أرجع مسؤولية الظاهرة إلى سلوك بعض المسافرين واصفاً تصرفاتهم بغير الحضارية. كاين أماكن مخصصة لرمي الأوساخ ولا الديشي تاعهم يرموهم في الأرض، والعدد المسافرين ما راهوش في واحد ولا زوج، راهم الآلاف. والمؤسسة راهي وفرت شركة خاصة للنظافة اللي ديباسي بار لو نومبر امبورطون تاع لي فواياجور. ومن جهة أخرى يبقى القرار المتخذ بتحويل محطة المسافرين قبل نهاية 2014 من الخروبة إلى كل من بئر مراد رايس والدار البيضاء قراراً يحد من رغبة الاستثمار في صيانة المحطة.